أهي بغداد السلام التي تبقى وتزال حاضنة للفن والثقافة لليوم الثالث، احتضنت 15 عرضا مسرحيا من خلال الأعمال العربية والأجنبية في مهرجانها الثاني للعروض المسرحية. بغداد الآن تعيش أمان، تعيش استقرار، تعيش رسالة من السلام. الشعب العراقي يريد السلام، مفتوحة أبواب الكل كما كان سابقا. العراق مفتوح لكل الأنشطة الثقافية. ما لاحظناه في بعض العروض المسرحية التي تم اختيارها من قبل لجنة اختيار العروض، هناك أعمال ترقى إلى مستوى المهرجانات، فرصة لطلبة الأكاديمية، لطلاب المعهد، فرصة للفنانين العراقيين والعرب مشاهدة هكذا أعمال جيدة نصرا إخراجا تمثيلا. مسرحية تيلو الألمانية حظيت بتفاعل الحاضرين رغم صعوبة اللهجة التي لم تصل إلى البعض، ويرى فنانون عراقيون فن المسرح لا تعيقه لغة، لغة الجسد كانت حاضرة لتصل إلى الكثير. The audience gave us so much power which we could give back. It was absolutely amazing performing on this stage with this people. I've never had this before. اوكي، كانت طاقة الناس اللي موجودة اعطتهم طاقة كلش عالية على مود يأدون. فرحانة وسعيدة لأن الجمهور اللي موجودين كانوا هادئين على مدى العرض، مع أن العرض كان كلش طويل. هم سعيدين بهاي التجربة وكلش حابين تعامل الناس وياهم. هذا يدل على أن الفن وبالذات فن المسرح لا تعيقه لغة. يعني العرض اللي شفناه باللغة الألمانية البحتة، هناك بعض الترجمة البسيطة التي كانت على الجانب، والترجمة كانت لأحداث مجمل، لكن حوار الممثلين وعملهم أنا بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الجمهور وما شاهدناه أنه كان واصل، ووصلنا المعنى بشكل رائع وجميل. كيف وصل المعنى؟ وصل المعنى بلغة الجسد. شهدت الدورة الثانية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح تفاعلا كبيرا بعد اعتلاء خشبة المسارح كبار الفنانين من دول مختلفة لتنبثق روائح الفن والثقافة من بغداد السلام. والله أنا تشرفت بأهل بغداد جدا، وفي ملاحظة حسيتها بأهل بغداد، لسانهم احنا بنحكيها بالأردني لسانهم معسل، بمعنى لسانهم كثير جميل، شاعري، كلامهم شاعري ولطيفين جدا. فاحنا عن جد يعني فخورين بمشاركتنا وسعيدين جدا بوجودنا هون. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد.